وبركاته المشاهدين مشاهدات قناة فتح الخير. تبارك الله عليكم خوتي، مرحبا بكم، وتحياتي للمشاهدين الكرام ديالي اللي كيتابعوني انا والحاجة فاتحة. كنهدي لكم التحية من هنا لهذا المنبر، وتحياتي لكم ثاني مرة أخرى على ديكم ومطيرات الزوينة اللي كنديرو لخوتي. بغيت نجي، بغيت المهم اليوم نقصف الحاجة، بغيت ندير لخوتي واحد الكيكة إن شاء الله اللي هي سهلة مهلة والمقادير ديالها بسيطة كما كتشاهدوا معايا. المقادير اللي هما كاس ديال العنبة ديال السكر، كاس قلنا 4 ديال الزيت، 3 ديال البيضات، 2 خمارات ايديال، عندك كاس و4 ديال الحليب، 2 خمارات ديال ايديال، 3 ديال المعلقات ديال ان شاء الله ديال مايزينا كما كتشاهدوا. انا المهم باغي ندير هذا الشيء، هذا نضرب هذا الشيء، واحد المعلقة ان شاء الله ديال الخل، كتشوفوا الخل، واحد المعلقة صغيرة ان شاء الله ديال الخل، واحد قريشة ديال الملح ان شاء الله. وعندي هنا ان شاء الله وريهم الحاجة، عندي هنا 250 غرام ديال الفارينا فورس، 250 غرام خوتي، هي المهم في الميزان ان شاء الله. وباغي تتابعوني شاهدوا خوتي خواتاتي، انا البيض عندي مغسول ان شاء الله، باغي نفكسو على الطريقة هذه ان شاء الله. يا بسم الله على بركة الله، غنقسمو بحال هكذا. نتمنى ان شاء الله الدراري يطبقوا هاد الطارطة هذه، ولا المهم الدراري اللي كانت حافية ما لقى ما يدير، يصب حوايجه ولا يخيط حوايجه، المهم ان شاء الله باش تكون الامور مزيانه. كما كتشاهدونا عندنا عندك جوج خمارات، ها انتما تشوفوا عمليه بسيطه وسهله مهله باذن الله. كاس ديال العنبه ها هو فينا ديال السكر. بشويه السلام المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. المهم هو مستاش غادي يدير لكم الكيكه ان شاء الله، بزاف ولا اني راه كرفص لي كاع الكوزينه و نديرها برك، عارف انا نبغي نربح الجاني ونبغي. لا شنو عندك دابا غادي ندير ان شاء الله؟ قلت لهم درت ان شاء الله، درت سنيده والبيض والفاني، وهو واحد الكويس قلنا 4 ديال الزيت ان شاء الله، وواحد القريشه ديال الملح خوتي خوتي، واحد شويه. المهم ودابا باغي نضربها بالضرب ان شاء الله بالاله. بسم الله كتشاهدوا، انا المهم هادشي راني ضربتو بالضرب ان شاء الله. وبغيت ندير دابا عندك هاد الحليبه ديالي ان شاء الله، هذا هو اللي باغي يكون السر ديال هاد كسميتها ديال هاد الكيكه ان شاء الله. هو الحليب ديالي باغي نسخنو، وباغي هو اللي يجعل ديك الحراره ديال الحليب هي اللي باغي تطلع لي ان شاء الله الكيكه ديالي. هذه الطريقه ديالي ماشي ديال الحاجه خوتي، حاجه نجمع وطاوي معاها صافي. انا سخن راسي انا صافي، تعلمت تعلمت وضربتني بركله. يا دي سيري معلم الحاجه، ايوا مره اخرى يطلبوا منك المشاهدين ديالك شي حاجه وتقول لي وريني، يعني ما نوريكش والله، واخا ياكلوها معايا خضراء. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، اش غادي دير دابا؟ بغيت ندير انا هاد بغيت ندير الفرينه ديالي ان شاء الله مغربلها، ضروري متغربل هذه عندك، هذه عندك مزيان مغربلها ان شاء الله، هو ضروري باش ما كتكونش خطريه اصلا. تما عندك 280 ديال الفرينه ديال هكذا تقريبا، هو نخلط عندك ندير المايزينا حتى هي ديالي هنا ونغربلها ان شاء الله. نغربل انا حتى هذيك سميتها ديالي، حتى هي نغربلها، ما فيها روح ما فيها، ما عندها ما تغربل زعما هي الصراحه ماشي عندك تكوار ضروري. لا كانت تكوار لا والو، هذيك راه شي حاجه. ندير واحد المعلقه ديال الخل كما كتشاهدوا خوتي خواتاتي، انا بان ندير ديال بان غير شويه كما كتشوفوا. لا معليش الحاجه، معليش شنو طلع لك الشيء؟ لا ما طلعش لك كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، ها العجنه ديالي فينا واجده انايا ديال الكيكه ديالي. بغيت ندير واحد المعلقه صغيره ديال الخل كما كتشاهدوا، واحد المعلقه صغيره ديال الخل ان شاء الله كما هكذا، نديرها هنا وندير الحليب ديالي ها هو فينا ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، الحليب ديالي فين درتو صغور ان شاء الله، وباغي نضربو ان شاء الله. باب بالنمرة واحد الحجة ان شاء الله، باش ان شاء الله يدورنا بشي. ها انتم كيما كتشوفوا، لا ما نبغاش ندير نمرة اخرى باش تعبلات. انا نخلط هاد الجناب هادو بعدا،
الخطه الحاجه هاد الجناب كما كتشوفيهم الحاجه جاك الدقيق نيشان مع الحليب والاخر تبارك الله مزيان. واش حنا عسكر ولا بطاطا الحاجه؟ هاك عسكر الا قلت لك بطاطا غادي غادي تسمح لي في هذا الشيء. هذا ندير واحد شويه عاد كتشاهدوا خوتي البطاطا اللي هي من فوق شي سميتها الكيكه ديالي ما نفوتش معاها ان شاء الله. دابا ان شاء الله ديروها وما تنساوش الحليب سخون المقادير راه هي ان شاء الله غادي تجيب. دابا نتمنى الاعجاب ديالكم ان شاء الله خوتي وغادي راه عندي خوتي الشلغمه وان شاء الله بعد خوتي خواتاتي حبابي حباباتي انا المهم هاني طليت كسمت هذه هذا البلاطو ديالي واحد شويه ديال الزبده ورشيت واحد شويه ديال الفرينه ان شاء الله وبغيت نكب هذا المهم هذه المعسلات ديالي هنا ان شاء الله. هذيك معسلات والله ما تسمعي قدرنا نشربوا نتا راك دار حاجه ولا تنحسي على حاجه. كتشوفوا خوتي خواتاتي المشاهدين كنرجع هذه الكوزينه ك والله لا حلمتي بها الحاجه. اليوم انا دايرين انا وياه حنا متراهنين وتهزوا بحال هكذا يعني خصها نشوف الكيكه ديالو كانت تخرج باش يخرج منها الريح ان شاء الله خصك تهزوها وتعليوها وتدوروا باش يخرج منها الريح ان شاء الله. يمكن هادشي كتضل تفرج في اليوتيوب عليها كتعلمت هادشي ولا ملي كتشوفني انا نخدم ولا ماشي غا انت هي لا كن انا غير كنبغي نبدا على راسي. مايمكنش يكون عندك واحد الخبره في هادشي هذا وما تكونش راك عارفاني فنان الحاجه واش تبارك الله عليك لا فنان من ناحيه فنان هاد السعليك هذيك الحاجه هي اللي مختلف مننا مايمكنش. تبارك الله عليك والله الا عاد انتوما بحال كيكب اتاي ضروري الحاجه هذاك هو السر ديال المهنه. هانتوما خوتي كما كتشوفو ان شاء الله وبغاتنا الاعجاب ديالكم خوتي خواتاتي كما كتشاهدو خوتي خواتاتي الكيكة ديالي هي بري وموجودة معايا ان شاء الله بإذن الله. ودابا غندفعها للفران ان شاء الله قلنا لكم على حساب 170 درجة حتى 180 درجة ان شاء الله وماشي تبقاو غا خيطة زايدة عليها خليوها طيب على خاطرها خليوها طيب على خاطرها ان شاء الله وديك الساعة بسم الله انا باغي نفعها بالبيت النهار ان شاء الله وبغا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله باش نال الاعجاب وتدعوا معايا ان شاء الله باش تجينا نتراني انا والحاجه وان شاء الله. هاي فينا الكيكه ديالنا ان شاء الله باذن الله مع الكوزينه وان شاء الله الحاجه ان شاء الله بنقول لخوتي كيفاش غندير يلاه المهم يلاه الله يعطيك الصحه تابعونا الله يعطيك الصحه تراتيه كتشاهدوا خوتي خواتاتي الكيكه ديالنا هي فينا تقدات وتحمرات وتبزرات ان شاء الله وتاكلوها معايا بالشفا ان شاء الله والعافيه. وهذا باغي ندير ليها هكذا وباغي ندير ليها القلبه بحال هكذا وباغي نطلع الكاسكيطه هذه ونديرها فوق راسي ماشي مشكل نولي مخازني. ها انتما تشوفوا اخوتي كما كتشوفوا الكيكه ديالي دابا انا باغي نديرها في الطبسين نديرها هكذا ونقوم بها العمليه تزيين والله الا ديال البروفيسيونيل واه ماشي بروفيسيونيل زعما واش غادي تزينها براك غنزينها ان شاء الله كما كتشوفوا اخوتي خوتي تيكون فيتير والكوك والسيرو ديال الشيكولا هانا تبارك الله معنا راسك يا بسم الله خصنا هاد الكونفيتير خصنا نديروه ليها مادام سخونه اخوتي القاع فيها يعني كيتبرد ما بغيتش تشدنا باش يدوب فوقها هذا باش ملي نديروا لها الكوك ما يبقاش خاطرها ان شاء الله ان شاء الله باش كنزيد هذه غادي تشربوا كلها محد يسخن هذه الحاجه غنسوي بلا ولي غتشربها الحاجه واش راح نزعقوا كتشاهدوا خوتي خواتاتي انا باغي نرش هذا الكوك ديال هذا الكوك عليها كما كتشاهدوا بحال هكذا ان شاء الله غرش واخا يطيح ماشي مشكل من بعد التالي تجمعوه بحال هكذا وباغي من بعد ان شاء الله نزيد له واحد شويه ديال السيرو ديال كسميته كل واحد واش يدير كاين اللي كيصاوبها بدانيت دانيت بحال هكا دانيت انا هنايا ما تبعني الحاجه خصك تقرال ولا اخر كيديروا قال لك فيه ديال الحلوف ولا هذا الشيء ما واش حنا ناكلوا غادي الحلوف لا لا غادي جراي السلطه وما غادي ما بزاف كانتي بعدا تي هاد لاصوص ديال الشيكولا تخدمي على يدك ولا تشريها مخدومه مزيانه ها نتوما تشوفوا كيما كتشاهدوا خوتي والله الا كتهزك لا تبارك الله عليك ها نتوما خوتي هاي تبارك الله تقدر حتى الا طحت اون بوان تقدر تخدم بها ياك الحاجه انت رواية الله يسهل عليك الحبيب تبارك الله ها نتوما تشوفوا خوتي هادو خوتي انا المهم باغي نزين هذوك بكسيته بالسيرو ديال الشيكولا ان شاء الله بسم الله قلب الحاجه هنا كما كتشوفوا هذو خوتي خواتاتي نديرها خطيطات بحال هكذا هنا كما كتشاهدوا خوتي خواتاتي انا بغيت نوريكم المهم ان شاء الله الشونتيو ديال كسميتها ديالي كي جات دايره من الداخل ان شاء الله باذن الله باش تعطوني الاراء ديالكم ان شاء الله ها نتوما تشوفوا خوتي كي جات دايره ان شاء الله الموسم ان شاء الله كي جا داير ها انا دوري لهم الحاجه دوري لهم ها انت الحاجه كما كتشوفوا هذه هي النهائيات ديالي اخوتي خواتاتي الكيكه ديالي هي هذه المهمه هي تقادات وتصايبات ويعني داكشي ساهل ماهل او بنادم يتحرك المهم يدير شي حويجه وصافي هذا هو المهم في الامر اخوتي وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم وتحياتي للناس اللي كيناضلوا معنا وكي المهم كيتابعونا الله يحفظكم ونجيكم
والمهم غنقدموا لكم ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله المزيد من هذه النكهات هذه. وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم وباي باي عليكم. استمعوا لينا اخوتي مره اخرى نقدموا لكم شي حاجه زينه ان شاء الله.